قصة فيلمنا عن فرقة موسيقية مكونة من كائنات صغيرة اسمها الترولز، لكن في حد بيحاول يسحب طاقتهم ويسرق منهم الموهبة، وهم طبعا مش بيستسلموا ابدا. وبنتعلم من القصة اننا ما نسمحش ابدا لحد انه يسحب طاقتنا او يعطل موهبتنا. بيبدأ الفيلم بحفلة جديدة لمجموعة بروزون وقائدهم جون دوري، وبيكون قلقان وبيحاول انه يشجعهم، وبرانش بيبص للجمهور من الستارة وبيكون متوتر جدا وكمان خايف، ففلويد بيروح يشجعه انه عادي يخاف من اول مرة، لكن اهم حاجة يكسر خوفه الاولاني. وبيتبقى 10 ثواني قبل فتح الستارة والفريق كله بيتجمع، وبعدها بتبتدي الحفلة وبيدخل اعضاء الفريق وهم فلويد وجلاي وسبروس وبرانش والقائد بتاعهم جون دوري، وبيغنوا وكل الناس بتبقى مبسوطة وبيحبوا الفرقة جدا، وبيبدأوا يتحمسوا وبيعملوا التشكيل بتاعهم، لكن توازنهم بيختل وبيقعوا، وفي واحد فيهم بيمسك في الحبل لكن بيطير بيه وبيلف كل اعضاء الفريق وبيربطهم ما عدا برانش، وبيكون واقف مكانه خايف ومش عارف هيتصرف ازاي، وبيدخلوا جوه وجون بيكون متعصب جدا، والكل بدأ يمشي وبيتبقى فلويد وبرانش، وفلويد برضو بيكون هيمشي وهيسيب برانش وراه وبيخترع له اي حاجة تيجي قدامه، وانه لازم يقعد يخلي باله من الجدة، وبيديله الجاكيت بتاعه، ولما يفتقده يلبس الجاكيت بتاعه وساعتها يحس بالامان، وبيودعه ويمشي. وبنرجع للحاضر وبرانش بيكون كبر لكن لسه بيفتكر ايام زمان ومفتقدهم جدا، وبتدخل بوبي فجأة وبيتخض، وبيكون لسه هيشيل الاسطوانه لكن بيلاقيها معجبة جدا بمجموعة بروزون وعلى طول بتحسه زعلان، فبتقرب منه وبتمسك ايده وبتقوله انه يقدر يقولها اي حاجة حاسس بيها وهي هتطمنه لان ده واجبها معاه، لكنه بيتوتر اكتر وبيتكسف وبيكون عايز يغير الموضوع، فبيبلغها انهم كده هيتأخروا على حفل جواز العيلة المالكة بريدجيت وجريستل، وبيتحركوا ناحيه العرسان علشان يساعدوهم، وفعلا بيجهزوهم للفرح، والعروسه بتوصل وفي فقاعات كتيره حواليها، ومره واحده بيفرقعوا وبتطلع للعريس، لكن في شخص غريب بيوصل وبيوقف الفرح وبيعرف نفسه انه اخو برانش، وبنعرف انه القائد جون دوري، وبرانش بيكون متضايق منه جدا لانه غايب عنه لمده 20 سنه ولسه فاكر يجيله دلوقتي وما بيكونش عايز يبص له، لكن بيعرف منه انه فلويد في مشكله ومحجوز غصب عنه مع النجمين فينر وفيلفت، وبيقوله يجمع كل اخواته وييجوا علشان ينقذوه من جبل الغضب، فهو ما كانش عارف مكان اي حد من اخواته وعلشان كده راح للجبل لوحده، وهناك اكتشف ان في حفله لفينر وفيلفت، فتسلل وقدر يلاقي فلويد وهو مسجون وبيحاول انه يخرجه لكن مش بيقدر، وفلويد بيقول انهم مهووسين بموسيقى البوب وعلشان كده كانوا بيسرقوا موهبته طول الوقت، وان الحل الوحيد علشان يتحرر من هنا هو الترابط الاسري ولازم يجمع كل اخواته علشان ينقذوه، وفعلا برانش بيفكر في الموضوع وبوبي بيتشجعه علشان ينقذ اخوه ويجتمع معاهم من جديد، وفي نفس الوقت بتفكر لو هي عندها اخت ووالدها بيوطي راسه زي ما يكون في سر ومش عايز يحكيه، والدوده بتطلع من تحت الارض وبتكون ملك لجون دوري، وبيمشوا من المكان بعد ما بيودعوا كل اصحابهم، وبيكتشفوا ان تيني هو اللي بيسوق الدوده وبيقول لهم انه كبير كفايه علشان ياخد قراراته بنفسه، وبيخططوا سوا علشان يقدروا انهم ينقذوا فلويد، وبيعرفوا مكان سيبروس وبيوصلوا لجزيره العطله، وهناك بيقابلوه وبيفرح جدا لما بيشوف برانش، وبيتكلم معاهم انه دلوقتي بقى اب وما بقاش بيغني زي زمان، ولما بيعرف ان فلويد في مشكله بيكون عاوز يساعده لكن مش بيعرف ازاي، فجون دوري بيقول له عن المسابقه وانهم لازم يكسبوها وهم متحدين مع بعض علشان يقدروا ينقذوا فلويد، وبيدخلوا يغنوا مع بعض، وبوبي بتشجع برانش انه يدخل يغني مع اخواته، وفعلا بيكون لسه فاكر كل الكلام حتى الخطوات مش بيغلط في اي حاجة فيها. وبنروح لفلويد وبنشوف فيلفت وهي متعطشة جدا انها تكسب المسابقة لدرجة انها بتستخدم موهبة فلويد، وخلاص بيكون على وشك انه يموت لكنها مش بتهتم، ولما فينر بيبين انه مهتم بيه وانهم ما ينفعش يقتلوه هي بتفكره بايام زمان وانهم كانوا فقراء ومش لاقيين حاجة، لكن دلوقتي هم بقوا مشهورين وقادرين يعملوا كل حاجة ولازم دلوقتي يفوزوا بالمسابقة الكبرى علشان الكل يعرفهم ويبقوا افضل المغنيين في العالم، ومساعدتها بتعمل لها جهاز تلبسه على المسرح، ولما تدوس على الزرار بتقدر انها تسحب من فلويد موهبته وفعلا بتحبها جدا، وبيخرجوا علشان ميعاد حفلتهم، وسيبروس بيودع زوجته وبيمشي معاهم في الدوده في سبيل انهم ينقذوا اخوهم فلويد، وهم في الدوده بيسمعوا ان الفرقه اللي هتكسب هتاخد جائزه الحياه، وبيقعدوا يفكروا في مكان جلاي لكن كل الادله ما بتوصلهمش لاي حاجه ما عدا برانش اللي بيفكر كويس جدا وبيخلي الدوده تعرف مكان جلاي عن طريق ريحته، وبيدوسوا على زرار السرعه الفائقه وبيوصلوا في ثواني لمدينه مهجوره، وبيكون في مهرج بيتكلم والكل بيخاف منه، لكن برانش بيكون متعصب وعايز يخلص وبيقول انهم جايين علشان يشوفوا اخوهم جلاي، وساعتها فيفا بتطلع وبتكون مبسوطة انها شايفة قدامها ترولز تانيين، وساعتها بتنور المدينة كلها، وجلاي بيخرج وبيسلم عليهم، وسيبروس بيقوله انه غير اسمه وبقى بروس لانه دلوقتي بقى متجوز وعنده اطفال، وبيحكوله عن اللي حصل لفلويد وانهم لازم يروحوا ينقذوه من جبل الغضب، واول ما بيعرف ان اخوه في خطر بيوافق على طول انه ينضم لهم، وفيفا بتلاحظ صور في ايد بوبي وبتقول انها كان عندها واحد زمان لكنه ضاع، وبتجرب انها تلبسه
وبتكون عارفة سر فيه محدش يعرفه، وبتسألها عن اسمها مرة تانية وبتقول لها بوبي، وبتتأكد انها بنت الملك، وساعتها بتعترف لها انها اختها وبتحضنها لانها كانت مفكرة انها ماتت من زمان، وبيرقصوا مع بعض وبيتبسطوا انهم اخيرا لقوا بعض وتجمعوا من جديد، وبتحكي لها ان زمان لما هجم عليهم وحش البيجنز دمر كل حاجة، فهي عملت المستحيل معاه وفي الاخر الحجارة اتكومت والطريق اتقفل عليها، فما فيش اي طريقة غير انها تهرب، لكنها وقعت السوار بتاعها ووالدها لقاها تحت الانقاض وفكر انها ماتت، وعلشان كده ما كانش عايز يعترف لبوبي ان كان عندها اخت لانه حاسس بالفشل كملك وكأب. وفيفا بعد ما رجعت اختها ما بتكونش عايزاها تمشي، وبتقرر انها تخليهم قاعدين معاها، وانها بتخاف من العالم الخارجي وما خرجتش ولا مره من ساعه اللي حصل، لكن بوبي بتعترف لها ان البيجنز بقوا اصدقائهم، ده حتى افضل صديقه ليها منهم، وبتعرفها ان كل حاجه اتغيرت وان العالم اتغير والكل بقى بيتقبل بعضه، لكن لازم هي كمان تفتح على نفسها، لكنها بتفضل مصممه. لكن جلاي بيفتح الباب وبيودعها لانه هو برضه مش عايز يفقد اخ، وبيطلعوا بره وبوبي بتجري معاهم، وفيفا بتجري وراها وبتحاول تقنعها تقعد معاها وما تمشيش، لكن بوبي بتكون لازم تمشي وبتدعوها انها تروح معاهم، لكن فيفا بتكون لسه خايفه ومش عايزه تطلع بره حدود المدينه وبتودعها، والمجموعه بيفضلوا يتمرنوا علشان يكسبوا المسابقه، لكن جون دوري لسه بيعمل نفسه قائد وبيكون عايز الفرقه تغني باسلوب معين، والكل بيكون متضايق منه لانه دايما بيحاول يبقى الرئيس بتاعهم رغم كل اللي حصل، وبرانش بيتضايق منهم كلهم وبيقول انه عايزهم يرجعوا عيله واحده من تاني، لكن هما بيفكروا في نفسهم بس ومش مهتمين بالعيله، وبيمشي وبيسيبهم، وساعتها هما بيعرفوا انه كان عامل لهم رسمه مجمعهم كلهم فيها، وبوبي بتخرج وراه وبتقول انها دايما هتبقى معاه وعمرها ما هتسيبه، وبيشوفوا تايني نازل وبيقول انه اتأثر بكلامه وبيسوق بيهم علشان يوصلوا وينقذوا فلويد، وفلويد بيعمل نفسه ميت وبيكونوا عايزين يشوفوا اذا كان بيضحك عليهم ولا لا، وانهم هيرموه في الميه، لكن ساعتها فلويد بيهرب منهم وفينر هو اللي بيجري وراه وبيقدر يمسكه، وفلويد بيتكلم معاه وبيقول انه اخته بتعامله وحش واهم حاجه عندها هي الشهره، لكنه بيكون متوتر ومش عارف يعمل ايه، واخته بتوصل فبيديها فلويد وبيمشي معاها، وبريدجت وكريستل بيعدوا من جنب مكان فيفا وبيلاحظوا ان في بطاطس مقليه وبيكونوا نازلين علشان ياكلوا منها، لكن فجاه بيشوفوا ان في ترولز موجودين وبيحبوهم جدا، لكن الترولز بيهاجموهم وبيربطوهم وبيمشوهم على السرير وخلاص هيقتلوهم، لكن في الوقت المناسب فيفا بتوقف الاله وبتلاحظ انها شبه صديقه اختها وبتخليها توعدها انهم مش هيؤذوهم، وبتفك الحبل وبتحررهم، وبرانش بينجح انه يوصل للمدينه، وبيخططوا انهم ينزلوا عن طريق فتحه التهويه بعد ما يوقفوها، وبينجحوا انهم يوصلوا لفلويد وبيكون شكله تعبان جدا وبيفرح انه اخيرا شاف برانش، لكن بعدها بيحذروا انه لازم يمشي لان فيلفت كانت بتخطط انها تستولي على العيله كلها بعد ما يجوا ينقذوه، وبرانش بيهرب لفتحة التهوية من جديد اول ما الباب بيتفتح، وبيلاحظ انهم قدروا ياخدوا كل اخواته وسيطروا عليهم وهياخدوا منهم موهبتهم علشان يفوزوا بالمسابقة، فبرانش بيقرر انه هياخد الدودة وهيفضحهم كلهم، وفينر وفيلفت بيوصلوا للسجادة الحمراء علشان المسابقة، لكن برانش بيوصل وبيفضحهم قدام كل الناس، وساعتها هما بيتحرجوا وبيمشوا بسرعة وبرانش بيتحرك وراهم، والنجمين بيعملوا الحفلة على العربية بتاعتهم وبتصوروا بالكاميرات، وبرانش بيقدر انه يوصل لهم لكن فيلفت بترجعه للدودة مرة تانية، وبعدها بيوصلوا لطريق نهايته مقفولة فبيخافوا جدا وبيترموا من فوقيه، ولحسن الحظ بريدجت بتنقذهم، وساعتها بوبي بتشوف اختها وانها اخيرا ما بقتش خايفة وخرجت من مكانها، وفينر وفيلفت لسه بيغنوا وهم على المركب، فعلى طول برانش واللي معاه بينطوا للمركب وبيبدأوا يهجموا وبياخدوا كل اخواتهم ما عدا فلويد، واللي فيلفت بتستمر تسحب منه موهبته وبتكون عايزة تختم بالرغم ان اخوها بيقنعها انهم يستقلوا وهم لسه في القمة، لكنها بتطنشه، وبرانش بيفكر في كلام بوبي القديم وانهم مش لازم يكونوا مثاليين علشان يبقوا متفقين مع بعض، لكن اهم حاجة يبقوا مع بعض زي ما هم من غير تغيير، والمرة دي برانش هو اللي بيقودهم وبيغني وكل اخواته بيتبعوه وكل الناس بتشوفهم وبيعجبوا بيهم، لغاية ما بيوصلوا لدرجة انهم متفقين جدا مع بعض والطاقة بتطلع منهم كلهم، فعلى طول فلويد بيطير من مكانه من تأثير طاقة المجموعة وبيغنوا لغاية ما السجن بينفجر، وفلويد بيقع وهم بيمسكوه لكن شكله بيكون شفاف جدا، وان فيلفت قدرت تاخد منه اغلبية طاقته، لكن فجأة فلويد بيفوق وبيفرحوا جدا انه سليم ومفهوش حاجة، وفينر بيعترف قصاد الكاميرات انهم نصابين وكانوا بيسرقوا موهبة الترولز، وساعتها بيتقبض عليهم هما الاتنين وبياخدوهم للسجن، والاخوات بيتجمعوا مع بعض وبيفرحوا لانهم اخيرا انقذوا فلويد وبقى معاهم من جديد، وبيوصلوا البيت وبيكون الكل متجمع في المكان اللي برانش عمله ليهم، وجون دوري بيشوف الاغنيه الجديده اللي برانش كتبها وبيقول انها اغنيه حلوه جدا، والكل بيتفاجئ لما برانش بيقول لهم انه كتبها مع اصدقاء الفرقه بتاعته، وفجاه الفرقه بتدخل وبرانش بيقف وسطهم وبيقول انهم ما يفكروش ان مجموعه بروزون هي الوحيده اللي كانت موجوده، وبوبي اول ما بتدخل وبتشوف الفرقه بتتفاجئ جدا، والفرقه بتطلع وبيعملوا العرض بتاعهم والكل بيكون متحمس، فبرانش بينادي لفرقه بروزون انهم يطلعوا معاه
وفعلا الكل بيتجمع على المسرح وبيتبسطوا مع بعض. وبعد ما بيخلصوا برانش بيروح لبوبي وبيكون لسه هيتقدم، لكنها بتقطعه وبتقول انها اكيد هتنضم للفرقة، وبتنط على المسرح وبتغني معاهم، وفيفا بتطلع تغني، والكل بيكون مبسوط لانهم اخيرا مع بعض عيلة واحدة. وهنا بينتهي الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.